إذن في انتظار زميلي المفوض السيد علي رضوان غراب اللي هو توا على غالب معناها تشد في الطريق وباش يلتحق بيا. هل الجلسة هذه باش تعتني بموضوع الفساد اللي هو مجال من عهدة الهيئة. الهيئة تقسات في 5 مجالات نتاع تعذيب. المجال الأول هو المجال البنكي، المجال الثاني هو المجال خبايا الأرض، المجال الثالث هو الصفقات العمومية، المجال الرابع هو المجال العقاري، المجال الخامس هو الحوكمة الرشيدة في التصرف المال العام. الوقت ضيق، ماناش باش نقدروا نقدموا لكم 5 محاور تاع البحث، باش نكتفيوا بـ3 فقط، وباش نعملوا بسرعة، باش نكتفيوا أيضا بأنيماسيون نتاع 4 دقائق تتعلق بالفساد المالي في مجال العقاري. عسلامة. هيئة الحقيقة والكرامة تبحث وتتقصى مش بركة في قضايا حقوق الإنسان، أما زادة في الاعتداء على المال العام وانتهاكات الفساد المالي. وما بين المحاور اللي لقات فيهم الهيئة برشا فساد هو المجال العقاري. برشا طرق متاع فساد لقيناها، وهنا باش نفسروها لكم خاطر من حق كل مواطن باش يعرف كيفاش قاعدين يضروا فيه. أول طريقة هي استعمال حق الانتزاع للمصلحة العامة لفايدة مجموعة من النافذين. اللي يصير هو أنه الدولة أو منشأة عمومية تجي تفك أرض مواطن من أجل مصلحة عامة، كما باش يبنيو سبيتار ولا مدرسة ولا جزرنا، أي حاجة لمصلحة البلاد والمواطنين، ومن غير ما تكون فيها الشروط اللازمة للانتزاع، وحتى تعويض يكون بسوم أقل من حق الأرض برشا. كما تعرفوا المواطن ولا المواطنة هذه باش يرضى بالصفة عليه، بعد تجي الدولة تقول ليه بطلنا منه المشروع هذا، وفي الآخر يبيعوهم للناس الواصلة في البلاد. بلغة أخرى تبيع لهم بسوم رخيص ما يجيش عشر سوم السوق. الناس هذم ما تتوفرش فيهم شروط الانتفاع، ويزيدوا يعملوا لهم قانون بالذمة ليهم باش ياخذوا الأراضي هذوما. والناس اللي استنفعت بالعقارات هذه هما عائلة الرئيس السابق، أقاربه، وزراء، مسؤولين في الدولة، نقابيين وسياسيين. الطريقة الثانية هي مساهمة عمومية لتمكين متنافذين من مقاسم بأثمان بخسة، تتمثل في أنه يجيوا لشركة عقارية ذات مساهمة عمومية، وزراء ولا مستشارين ولا ممثلي الدولة بالشركة ولا مدراء عامين، يبيعوا لهم أراضي غير مهيئة بدون الالتزام بالمثال العمراني وبسوم رخيص على الأخر، ومن بعد يقدموا تعويضات للشركة هذه من مخزون العقاري، ولا تقول لهم الدولة نعوضوا لكم في بلاصة أخرى ونتلهي لكم بالتهيئة الكاملة للمشروع بليش. وحتى كان الشريك الأجنبي يعمل أخطاء قانونية يطفيوا عليه الضوء. ولقينا زادة إنه جي شركة عقارية ذات مساهمة عمومية تبيع أراضي شركات تجارية أو مدنية للمقربين من النظام، رأس مالهم يكون مثال 150 مليون، وتاخو قروضات بالمليارات باش تشري العقارات هذه بسوم رخيص، واللي سومه الأصلي يساوي 10 مرات السوم اللي تباعت به. وهكا الشركة رأس مالها يكبر ويولي مئات المليارات. ومن بعد فما شكون يبيع العقارات اللي شراهم، وفما شكون يبيع الشركة بكلها ويتنفع بالامتيازات الجبائية، معناها ما يخلص شيء للدولة. طريقة ثالثة هي التفويت في أراضي دولية بالمراكنة والتدخل لتعديل سعر البيع. يجي واحد من عائلة الرئيس ولا المقربين من النظام ولا رجال أعمال شركات اللي تخدم في النظام، تعمل طلب شراء لملك عمومي أو انتفاع به، يقدموه لوزارة ولا بلدية، ومن بعدها
يصير تدخل سياسي مباشر للموافقة، وبالطبيعة باش يبدأ كل شيء قال شنو قانوني. يجيب واحد من وزارة أملاك الدولة يقيم العقار بأقل من حقه برشا. الطريقة الرابعة هي الاستغلال التجاري للأراضي بالدينار الرمزي في إطار مشاريع وهمية. يجي واحد من المتنفذين في العائلة الحاكمة ولا من رجال الأعمال يقدموا مشروع وهمي ذو أهمية اقتصادية أو اجتماعية، كما مثلاً بناء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، ويعملوا طلب للحصول على امتيازات عقارية بالدينار الرمزي، وبالطبيعة الدولة باش توافق على الشيء هذا. أما اللعبة اللي يعملوها هي في تحرير الكونترا، في عوض يكتبوا مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة يكتبوا مؤسسة تربوية، وهكا تتبدل صبغة المشروع إلى ربحي ويتمتع بامتيازات متاع مشروع اجتماعي. فما اللي يوصلوا يقريوا التلميذ بقرابة 6000 دينار في العام، ويخلصوا كري دينار للدولة في العام أكهو. الطريقة الخامسة هي التدخل لتغيير صبغة أرض من فلاحية إلى صناعية أو سكنية. يجيوا رجال أعمال ومقربين من السلطة يشريوا عقار صبغته فلاحية، وبعدها يعملوا مطلب باش يبدلوا لهم الصبغة تولي صناعية يا سكنية، وحتى المواقع الأثرية ما سلمتش منهم. شيء هذا صار في كارتاج، وقسموا أراضي مسجلة في اليونسكو بدلوا لها صبغتها وبنوا فيها. وكل عادة تصير دراسة للملف على مستوى جهوي، وبالطبيعة مش باش يقولوا لهم لا، خاطرهم منهم فيهم. يبعثوا الدوسيه متاعه لرئاسة الجمهورية تصدق على تغيير الصبغة، وهكا يزيد يربح أضعاف قيمة العقار. كل هذه الخروقات تمكنت الهيئة من تفكيكها، والإصلاح سهل، يكفي باش الحكومة تحط ناس كفاءات تسهر على تطبيق القانون وتكون يديهم نظيفة. الانيماسيون الثانية تتعلق بموضوع البنك المركزي الموازي. شكون منكم يعرف الخربة؟ الخربة هي البنك المركزي الموازي، وعندها حجم معاملات أكثر من البنك المركزي. باش نوريكم كيفاش يعملوا، وبعد ما نكملوا باش نقولوا لكم اش صار في ملف، هذا ملف حقيقي راه ماناش نخترقوا فيه، وموجود في القضاء، باش نقول لكم ما قالوا في القضاء. الانيماسيون تاع هيئة الحقيقة والكرامة كشفت برشا ملفات فساد للتوانسة. الناس الكل تقول تونس ما فيهاش فلوس، أما كي تجي تشوف تونس فيها برشا فلوس. سمعتوشي بالبنك المركزي الموازي اللي موجود في الخربة في باب الديرة؟ البنك هذي عبارة على غيزو متاع عباد يخرجوا في الدوفيز من البلاد، متكون من توانسة، ديرية، ليبية، وعندهم جماعتهم في دبي وتركيا. العباد ذوما يلموا ويخرجوا في الدوفيز من تونس في النوار، بعبارة أصح كناترية متاع دوفيز. كليوناتهم هما التجار المواردين، يشريوا في السلع من برا، خاصة من الصين، تركيا، الهند ومصر. الكناترية هذوما يلموا ويبدلوا في الفلوس من تونس من عند أي واحد ومن أي جنسية كانت، وخاصة التوانسة والديرية المقيمين بالخارج، وتخرج من بعد عن طريق بنقردين، ومن غادي تخرج ليبيا، ومن ليبيا تخرج البنوك في دبي ولا في تركيا، ومن البنوك هذه تتبعث يا إما للفورنيسور اللي يمشي له المورد التونسي لبلاده كيما الصين مثلا، ويعدي كوموند ويخلص قبل ما تدخل السلعة لتونس، وإلا تتبعث الفلوس للوسيط اللي ياخو كوميسيون ويبدلها على حسب سعر الصرف اللي يخدمو بيه في النهار ذاك. المورد التونسي ما يقفش كان هوني، يزيد يعمل فاتورة مضروبة بأقل من قيمة السلعة برشا، وهكا
كي يرجع لتونس يخلص أداءات أقل برشا وياخو ورقة استخلاص من الديوانة باش يخرجوا له سلعته اللي يزيد يمدها لبنكته باش قال شنوة يخلص بها الفورنيسور بالديفيز، وهكا يخرج أكثر فلوس من تونس خاطره بتبيعته خلص الفورنيسور متاعو كي مشالو لبلادو. أما في الحقيقة هو يبعثها للوسيط البرا وهو اللي يجيب له في السلعة اللي يحب عليها الكل، كما ينجم يكون حال كنت عنده في النوار يخلص به السلعة اللي مش يشريها المرة الجاية. وهذا مثال من اللي قاعد يصير. في 2016 شدت الديوانة الشبكة مختصة في عمليات التوريد بطريقة غير قانونية تنشط بجهة الساحل، وقيمت المبالغ اللي تم تهريبها ب 5.88 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 11.262 مليار دينار تونسي. وشدوا جماعة في تونس العاصمة في الخربة هربوا 10 مليارات تونسة مقابل توريد بضاعة مختلفة بقيمة 25 مليار تونسي. وكي حققوا معاهم وثبتوا من الفاتورات المضروبة طلعوا متهربين من أداءات ومعاليم ديوانية بقيمة 7 مليارات تونسة. اللي نفهموه إنه العبيد هذوما عرفوا ثنايا الكل متاع تهريب الديفيز واستغلوا الثغرات في القوانين التونسية القديمة اللي تحطت من عام 1976. هذاك علاش يلزم الدولة تراجع القوانين المنظمة للمعاملات المالية مع الخارج في أسرع وقت ممكن. وزاد لازم البنك المركزي التونسي يخدم خدمته على قاعدة ويتبع التجار الكل عند التصدير ويثبتوا معاهم في الفلوس اللي مش قاعدين يرجعوا فيها لتونس. الديوانة زادة يلزمها تطور وترد كل شيء يتعدى على الإعلامية، خاصة عمليات توريد الديفيز من برا، باش تضمن إنهم ما يبدلوهاش بطريقة غير قانونية. ولازم زادة تفعل منظومة الاستعلامات باش يطيحوا بها الشبكات هذه اللي قاعدة تنهب في خزينة الدولة. للقضية هذه اللي أثرناها، وهي قضية واحدة، شفتوا قديش من مليار؟ تسمعوني تو؟ سيبون، قلت لكم القضية هذه قضية واحدة من عديد من القضايا اللي تو الحقيقة الديوانة قامت بواجبها وأحلتها للقضاء وعملت أبحاث وطلعت حتى كما نقولوا قربت للفوق، مش طلعت للفوق، تحل بحث في القطب القضائي المالي. كانت قاضية شريفة خدمة على قاعدة وبدأت توصل للفوق، هي قريب دخلت للفوق ويطيروها. وش عملوا في الملف؟ ما عوضوش المكتب، قفلوه بالمفتاح قعد غادي. المكتب التاسع هذايا اللي في وسط الملف هذايا مسكر عليه بالقفل. هذا يطرح تساؤل على الإرادة في مقاومة الفساد. البنك المركزي باش يبرك، وتو باش نعمل لكم عرض على وضعية البنكية متاعنا، رانا قريب نفلسوا ونعرفوا منين جاي الداء، أما ثم ناس ما نمسوهمش، هذوكم فوق القانون، يبركوا تونس ميسالش، يغرقوا معهم التوانسة ميسالش، أما هما ما يتمسوش. باش نعرض لكم تو قضية متاع البي اف تي، تعديوا للبي اف تي يا جماعة، إن شاء الله نجم أشوف، صعيب عليا باش نعرف شوية ما نجمش الراحة. يخدم هذا ما يخدم، سي بون يخدم. قضية البي اف تي أكبر قضية تحوصل الفساد في المجال البنكي، فيها جميع أنواع الخروقات اللي تنجموا تتصوروهم في المجال البنكي، هي تجمعهم هالقضية هذه. فيها لابي دانفلونس، سوء استخدام النفوذ، فيها لابي دو بوزيسيون، سوء استخدام السلطة، فيها
l'échange d'influence en échange d'influence exercée dans l'exercice de ses fonctions officielles يعني يجي موظف عمومي يعني او شخص منتخب يعني هو اللي يقوم بالانتهاكات هذه هذه تعريف نتاع جماعة كورنيل. الهيئة أودع لديها الملف عدد 01-01-030-967. هذا الملف فيه جميع كما قلت لكم أشكال الخروقات الممكن تصورها في مجال البنكي. سوء استخدام النفوذ، التواطؤ ما بين السلطة السياسية والسلطة المحلية والقطاع الخاص، يعني تولي السلطة السياسية والسلطة المحلية والعمومية تولي هي اللي تتواطأ لخدمة القطاع الخاص. التحق بنا سي علي رضوان غراب وتعطل للأسف، نكمل هذا العرض ونعطيه الكلمة سي علي. فيها أيضا لابي بوزيسيون، سوء استخدام السلطة من طرف القضاء. فيها أيضا لابي كونفيونس، يعني الخيانة، خيانة مؤتمن، كيك اسمها خيانة مؤتمن. وفيها تعرض المنظومة البنكية متاعنا والبنك المركزي للخطر الأقصى. هذه البنك الفرنسي التونسي تخلقت في 1879، هي فرع من لاستيبي، فرع من البنك التونسي، شركة البنك التونسي. صار الخوصة متاحها في 1981، جاءوا فتحوا الكابيتال وقالوا أي أدخلوا، هي رسمي لها 5000 دينار هكاو. اليوم شركة فيها 5000 دينار، اليوم الديون متاحها 700 مليون دينار. صارت الحكاية عنا الخوصة والاستحواذ على الأموال الخصوصية هذه من 80 إلى 89، من 89 إلى 2011 أعطى القروض دون ضمانات، ومن بعد من 2011 ل 2018 محاولة التخلص من هالبنك هذه ورفض إجراء تدقيقي سليم. كيفاش صارت هالكونفيسكاسيون بريفاتيزاسيون؟ جاءوا فتحوا الكابيتال هذه للسوسكريبسيون، جات شركة اسمها ABCI انترناسيونال وشريت 50% من المساهمات. وفي 82 في نفس السنة حولت المبلغ اللي شريت به عن طريق البنك المركزي للبي اف تي. اش يصير؟ هذه مليارين ونص في سنة 82. اكل مليارين ونص باش نوليو اليوم نخلصوا له 700 مليار. وهاتوا تشوفوا كيفاش عملنا العملة. يعملوا التحويل نتاعهم. اش تعمل الاس تي بي؟ تاخذ هي التحويل هذا، ما تعطيش البي اف تي. واش تعمل من فوق؟ يعني الديون نتاعها تاع الاس تي بي تحطهم عند البي اف تي. يعني تاخذ لها الاكتيف وتعطيها. وواصلوا يخدموا بالطريقه هذه. باش نقدم بسرعه، بالطبع هذوما الكل الموظفين العموميين اللي هما داخلين في هالعمليه هذه، اللي عندهم مسؤوليه مباشره في العمليه هذه. اول حاجه 89 2011 شنو نعملوا؟ الذي البي اف تي تعطي كريديات للكليون، يخلط الاشيرونس، يخلط وقتاش يلزمو يخلص، ما يخلصش، يجي هو الكليون يجي البي اف تي يقول برا اشكي بيا، تمشي تشكي بيه. اش تشكي بيه؟
تشكي به وما تمدش للقضاء الأدلة اللي هي تملك حاجة واعطت حاجة. دونك تعطي للقضاء دوسي فارغ. شي يعمل القضاء؟ يحكم ضد البنكة ويولي السيد اللي خذا فلوس تولي متاعو وما عاد عنده ما يخلص. وفي اش نعملوا بيهم احنا هذوما اللي نقصوا؟ بيرت، خساره تاع البنك. ما تنساوش اللي هي شبه معنى عموميه، معنى شطر عمومي وفيليال نتاع الاس تي بي اللي هي زاده عموميه. ثم طريقه ثانيه باش نبخروا الكريديات. تجي البنك تعطي كريدي للكليون، يعطي غارونتي، ومن بعد يجي يقول له فسخ لي الغارونتي، استرجعه، ترجعهم له، تولي الكريدي بلا. يولي الكريدي بلاش غارانتي. كي ولا بلاش غارانتي يطلبوا منه باش يعملك التأجيلي، يخلص بشويه، وبالطبع ما يخلصش. من بعد شنو نعملوا؟ تمشي خساره. دونك بدات شيء يتراكم ويتبخر، يتراكم ويتبخر ويتراكم ويتبخر حتى لين اي شكونهم اللي انتفعوا. ثم قائمه طويله نشرتها البنك المركزي، فيها سي منصف عبد المول، فيها سي لطفي عبد النبي عبد الناظر. سي لطفي عبد الناظر لعلمكم باش يشري دار الصباح، ما يكفيش اللي غرف من الوحده وبخر الكريديات وكمل باش يشري توا دار الصباح، يعني وسيله اعلام مؤثره. سي محمد مقني، سي سلاح الدين الطيف، سي شفيق جرايه، سي عماد طرابلسي، سي علي حسن، سي همام رشيد، سي طاهر بن حسين، سي طارق الفوراتي، سي شافعي شكري. والقائمه تطول ومازالوا راهو تحبوا باش ننشروها القائمه، خاطر نشرتها البنك المركزي مش احنا اللي نشرناه. في 2016 نلقاو اللي اسميهم لي كريدي كاربونيزي، معناها اللي تبخروا، ولاو في احنا في 2016 ولاو 450 مليون دينار. نذكركم احنا انطلقنا من زوز ونص، نلقاو نفسنا 450 مليون دينار. هذوما الكريديات المسمى هذه يسميهم مسمى، علاش؟ خاطر بالضبط تشبه للكريز نتاع السبرايم اللي صارت في 2008 2009 في امريكا وهردت الاقتصاد العالمي، الكل الناس كل طاحت في جرتها. عندنا نفس الشيء. دونك عندنا البي اف تي كريدي توكسيك باش تعمل تهز الجراثيم تاعها للاس تي بي كريدي توكسيك، اللي هي باش تتوسع البنك المركزي اللي باش يعني يوصلوا لها الجراثيم تاع الكريدي توكسيك وباش تولي مصداقيتها في الميزان. وهذا باش نشوفه تو. بالطبع مره اخرى اشكون المسؤول؟ الوزير الاول، وزير الماليه، وزير ملك الدوله، وكل اللي تراو فيهم الكل، ومحافظ البنك المركزي واداره، كلهم مسؤولين، كل واحد في مستواه، وكلهم صح، وهذوم كل مصحين، يعني ثم وثائق ممضات من طرف هالناس هذوما اللي تراو فيهم الكل. 2011 2018 كما يقولوا جات الباتاتشود عند ما بعد الثوره. شو يعملوا حكومات بعد الثوره؟ كما عبد يلقى عبد مريض وبدود يشد الخطا ويغطيه باش ما يشوفوش، هزوا الخطا وغطاو، ما عملوا حتى شيء، بل مشاو في اتجاه لا ليكيداسيون. يا جماعه تعرفوا معناها لا ليكيداسيون؟ معناها نعملوا نجعلوا الديون الخاصه نتاع الناس اللي هزت الفلوس وحتى في مكاتبها وهزتها لبرا، نجعلوا منها ديون عموميه، يعني انتوما باش تخلصوها في بلاصه اللي انتفعوا بها. هذا اللي كيداسيون، يقولوا كيداسيون هذا معناها راهو. اذا في 2012 البنك المركزي في خلال مجلس وزاري يقترح لا ليكيداسيون احسن حل، سكر علينا خلينا ما نشوفوهاش، يعني نغمضوا عينينا مش نحلوا المشاكل، مش نجيو للناس يقولوا اي توا رجع الفلوس، ساكنين هنا راهم هذوما اللي ياخذين الفلوس، كلهم ساكنين في تونس لباس عليهم، حد ما مقلق. في 2015 نعاودوا نفس الحكايه مع حكومه السيد، دونك عندنا حكومه الجبالي تعمل حكايه وتكمل وراها حكومه السيد. ومن بعد نجيو في 2016 دخلت المجلس النواب الشعب
يجعل منه قانون، يولي قانون، يعني يجعل معناها الفلوس نتاع خواص هما كريدياتهم، يعني فلوس ديونهم يوليو ديون العموميه، ديون التوانسه الكل، الكلنا باش نمشيو نخلصوا على خاطر سيادنا حتى حد ما قال لهم رجع الفلوس. يفيق الافامي الصندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي، يفيقوا بالحكايه، يقول لهم توا تمشيو تعملوا امبروفيزيونمون، معناها امبروفيزيونمون معناها تموين بالمبلغ هذايا وترصدوه على خاطر الحكايه خطيره على البلاد للاقصى حد. شو يعملوا؟ يمشيو يفعلوا الفون دو غارونتي دي ديبو، يعني نجيو من عند الدوله ونجيو في الدوله وهي اللي باش تعمل الديبو، معناها مش يمشي للزاسيورانس نتاعهم ولا بالروسه، مش باش يعملوا باش يلقاو حل معاهم ولا يعيطوا لهم يا جماعه جاو خلصوا راهو بركتوا البلاد، لا نمشي ونزيدوا نغرفوا من عند الدوله باش نرضيو الافامي مره اخرى. دونك الحلول دائما حلول نتاع تمريض المريض. باش نتعدى بسرعه على كيفاش ال 413 تولي 409 واليوم نخلتوا في 2015 واليوم نخلتوا ل 700 100,000 دينار باردون في الاكزرسيس الواحد 37 مليون دينار. وتو محافظ البنك المركزي اتو نعديوه يتكلم اتو يقول لكم قداش نخسروا في النهار على هالبنكه هذه. في سبتمبر 2016 اداره اوباما توضع البنك المركزي التونسي تحت الرقابه، تعتبرها كما نقولوا قاصر. بالطبع مش هذه الكلمه، انا نستعمل في كلمات سهله باش الناس يفهموا، اما اللي بلاسي سو سيرفيونس يعني ما عادش عندها مصداقيه. حتى حل ما لقاوه 2 مليار دو دولار دو كريونس اللي قرب اللي هما 5% من البي بي نتاع تونس مبخرين. الامريكان خايفين على ليفوندرمون دو سيستيم، يعني باش اللي باش يصير لليونان باش يصير لنا بالضبط نفس الحكايه. قضية البي اف تي هي قضية كبيرة اللي كل يوم تخسر الدولة التونسية عن طريق البنك المركزي 100,000 دينار، 100,000 دينار في النهار نخسروه. طيب يقولنا المحافظ كيفاش نخسروا فيهم؟ هذوما الديون اللي غير قابلة للاسترجاع نسميهم، معناها كاينة مسلمة فيهم الدولة. هذوما وصلوا ل 16%، راهو سي تنسوي انا ما فهمش برشا في البنوك، كما فسروا لي الخبراء اللي سالناهم واللي خدموا مع الهيئه قالوا راهي برشا برشا، هذه 16% حاجه كبيره، نعرفش بالتفصيل، ما يبدو اللي حاجه توضع في خطر السيستم نتاع باش نطلب التكنيك انه يمشيو الصون فيما يخص المحافظ البنك المركزي. ماشي وصو يخدم راهو سي تان سي فيديو. سامحونا شويه بيناتنا وبين الريجي ثم شويه ديكالاج كما قال زميلي. مهم اللي باش يقولوا المحافظ خاطر تبعوا كل كلمه اللي باش ينطقها، مهم جدا زي قالوا قدام البرلمان سنيرا عام ناول سامحوني نهار 16 مايو 2017. Alors ça arrive. Ben, madame Oujabou, خليني نقدم تريف باش نضيع لكم مش وقتكم. نفس الشيء من 2011 ل 2018 محاولات لتصفية